سفينة روسية تدخل مياه الصحراء المغربية، شاهدي التفاصيل الكاملة. قالت السفارة الروسية بالمغرب أن سفينة الأبحاث الروسية أتلانتينيرو كجزء من البعثة الإفريقية الكبرى التابعة للوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك بدأت يوم الأحد مهمة بحثية بالتعاون مع المعهد الوطني لبحث الصيد البحري المغربي لتقييم توظيف أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد في المحيط الأطلسي بالمملكة المغربية. وذكرت السفارة الروسية بالرباط أن السفينة ستستخدم نتائج المسح لضمان الإدارة السليمة والمستدامة لموارد مصايد الأسماك على المستويين القطري والإقليمي. ووفق ما صرح به ميخائيل تراسوف رئيس مكتب روسير بوفيسوفو التمثيلي في المغرب لوكالة تاس، فإن السفينة ستطلق سفينة الأبحاث الروسية أتلانتيرو بعثة بحثية لتقييم تجديد مخزون أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد الأطلسية بالمغرب كجزء من رحلة استكشافية إفريقية كبيرة. وقال ناراسوف في 20 أكتوبر أطلق نيس أتلانتيرو بعثة بحثية لتقييم تجديد مخزون أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد الأطلسية بالمملكة المغربية. ومن بين المهام الرئيسية للبعثة تنفيذ مسح محاسبي لشباك الجر لتقييم مؤشرات تجديد المجموعات الرئيسية لأنواع الأسماك البحرية الصغيرة، بالإضافة إلى جمع البيانات لتحليل الخصائص البيولوجية والتكوين العمري للأسماك. بالإضافة إلى ذلك سيجري العلماء دراسة عن موظفي الأرصاد الجوية المائية ويجمعون عينات من العوالق النباتية والحيوانية والسمكية ويجرون موسوحات صوتية. تقارير إعلامية روسية كانت قد كشفت أن موسكو مددت الاتفاقية الحكومية للتعاون في مجال الصيد البحري مع الرباط إلى غاية نهاية 2024. وبحسب ذات التقارير فإن الاتفاقية التي غطت 4 سنوات من 2020 إلى 2024 وقعت في الرباط في 14 سبتمبر 2020 وفي موسكو في 14 أكتوبر 2020. واتفقت روسيا والمغرب على التعاون في مجال البحث العلمي وتطوير معدات وتكنولوجيا الصيد وتجهيز الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية. نشكركم على حسن المتابعة.